ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس 9 ديسمبر كانون الاول 2021. اليوم يبدو كل شيء اسهل وتحقق اشياء كنت تعتقد حقا انها لم تكن ممكنة من قبل. تحتاج الى استخدام هذه الفترة بشكل بناء وتجرؤ على تنفيذ مشروع جديد مثير، وربما مشروع لم تكن لديك سابقا خبرة كبيرة فيه. تكتشف مواهب وقدرات لديك فعالة يمكنك استخدامها لصالحك. عاطفيا بالنسبة ليك يا جوزاء، لا تسمح لما تشعر به أن يؤثر على علاقتك بحبيبك. حاول أن تظل عادلا وواقعيا. إذن بدلا من التفكير في أنك تستجيب بشكل سيء وتزعج الآخرين، كن أكثر تسامحا وأظهر استعدادا للتنازل مع الأصدقاء والعشاق، خاصة عند التعامل مع أمور القلب. بالنسبة لك مهنيا يا جوزاء، من المفيد ممارسة الصبر وإعادة النظر في القرارات التي تتخذها. تزداد صعوبة التعامل مع أي معارضة وتضع ضغطا لا داعي له على خططك. لا تستسلم إذا واجهت مشاكل تبدو مستحيلة اليوم. فكر في كيفية تغلبك على المواقف المماثلة التي حدثت في الماضي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يواصل القمر عبور برج الدلو في الصباح ويشكل مربعا للمريخ هذا الصباح. يمكن أن يشير هذا العبور للحالة المزاجية ونفاذ الصبر والإلهاء. ومع ذلك مع تقدم اليوم نجد أنفسنا أكثر انزعاجا. ينتقل القمر لبرج الحوت ويساعدنا الانتعاش العاطفي أو العقلي على اكتساب منظور جديد للأمور. مع وجود شريحة خامسة من كوكب المريخ وزحل في وقت لاحق، نحن ماهرون بشكل خاص في الفرز والترتيب والتخطيط اليوم. يمكن أن يكون هناك استعداد لتقديم تضحيات إذا بدأ أنها أفضل طريقة لإجراء تحسينات. مع وجود خطة للعبة جديدة، فنحن على استعداد لممارسة الصبر فيها. توقيتنا اليوم هيكون جيد للأنشطة التجارية والشخصية، لأننا نميل إلى التخطيط والاستعداد بشكل جيد. بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل تغيير العلامات من مربع المريخ، بيدخل القمر لبرج الحوت، وذلك هيدعو إلى الحب والتسامح اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.